مشاهدينا فقرتنا اليوم عن عشبة محبوبة أو مكروهة جدا، تقسم الناس والذواق، حتى إن هناك فوبيا خاصة بها. نتحدث عن الكزبرة التي تعود اليوم إلى الأضواء مع فوائد صحية مفاجئة، وأهمها ربما التنحيف، وهذا يهم الكثير. التاكو في المكسيك، الفلافل في الشرق الأوسط، السلطة في اليونان، ودجاج الكاري في الهند. الكزبرة تزين أطباق العالم ولها فوائد صحية كبيرة. وفقاً لمنصة هيلثلاين الطبية، تعتبر الكزبرة فعالة جداً في خفض نسبة السكر في الدم، وتصور أنها تملك تأثيراً لبعض أدوية السكري. وبحسب معاهد الصحة الوطنية الأمريكية، تملك الكزبرة القدرة على إنقاص الوزن والتخفيف من عوامل الخطر المرتبطة بالسمنة. دراسة أخرى أشارت إلى أن الكزبرة قد تحسن الذاكرة، ولها تأثير قوي في السيطرة على القلق، ويمكن أن تقلل من أعراض متلازمة القولون العصبي. أخيراً، الكزبرة يمكن أن تبطئ من شيخوخة البشرة وتلف الجلد الناتج عن الأشعة فوق البنفسجية. طيب، فوائد كثير جداً صراحةً. عبر تيك توك شارك العديد من المستخدمين كراهيتهم للكزبرة، لكن واحدة من فريق محبي الكزبرة قررت الرد عليهم. نتابع. That hates the taste of cilantro. Like, it literally tastes like soap to me. And it sucks that I hate it because I love Vietnamese food and Mexican food, and a lot of their food have cilantro in it. And I have friends who love cilantro and dose the crap out of their food with it. And I just want to ask, what does cilantro taste like to you guys? People who don't like coriander or cilantro because it tastes like soap, I need to clarify to you that it's because of a genetic factor that it tastes like soap to you guys. The people who do like it, it doesn't taste like soap to us. We don't just like it despite the fact that it tastes like soap, it's because it tastes completely different, okay? يعني طعمها زي الصابون، فاجأوني، طول عمري أكلها وأحبها صراحة، وليها ريحة وطعم مميز. خليني أرحب في الاستديو بالشيف نبيل بكوسة. يسعد صباحك شيف نبيل. صباح النور. صباح النور. يعني الكزبرة شفنا لها فوائد كثير، وبتدي كده ذوق خاص وطعم خاص على الأكلات صراحة. شوف، في زوزة نوع أنت أشخاص اللي بيحبوا واللي ما بيحبوش، صح؟ يعني ما فيش المتوسط، ما في وسط، ما في وسط. أنا اليوم هنا باش نوريكم كيف تقنيات عصرية تقدر تحب الكزبرة وتقدر تطعم الكزبرة. هو الكزبرة يعني مثل الأحبق كما نقوله نحن في تونس، مثل البقدونس، نعم، مثل النعناع. يعني هو باش يطلع الطعم الحقيقي، الطعم نتاع الحقيقي نتاع الاطباق اللي تخلط معاهم. والله صراحه هي لذيذه، يعني حتى لما بتتحط كده في الشوربه او في الادامات كده من فوق كمان بتترج بالضبط. بتطلع لذيذه. طيب، ايش محضر لنا اليوم؟ اشياء او طبق بالكزبره. اليوم ايش نعملوا اطباقين؟ سلطه الارنبيط بالزيت الكزبره، اللي هو زيت اخضر كثير حلو، بتقدر تسوي بيه الاطباق نتاعك الكله. وبنعملوا بيستو، اللي هو بالعاده بتعمل البيستو بالبيزل بالاحبق. نحن بنعملوه اليوم بيستو طريقه تاليانيه بالكزبره. يلا ورينا، لانه احنا نعرف البيستو بالريحان زي ما قلت، الحبق، ولكن بالكزبرة حيكون شيء لطيف جدا. صح. يلا نجرب. أول شيء بنعمل السلطة، هي كتير سهل. بنعمل السلطة أول شيء. بالضبط. تمام. أول شيء بنعمل السلطة كتير سهل. بناخد الأرنبيط الني، بنحطه بالماكينة. أرنبيط ني. أرنبيط ني. ما نسلقه ولا شيء. نحن أنا السلطة هذه كنسميها كسكسي الأرنبيط. يعني عشان هو بيشبه كتير للكسكسي. بالضبط. وما فيش كارب، يعني الأكل هذا هو هيلثي. كيتو بالكل. خلينا نقول. كيتو. ينفع للكيتو. بسرعة بس نضربه كده ضربتين على السريع، نضربه طرقتين. ايه. بالضبط، عشان لا ينهرس كمان. بالضبط، هو بيقعد مثل الكسكسي. وبتشوف الله، بتخلطه هيك حلو. طيب بيجي هو
كثير حلو بصراحة وبيشبه للكوسكسي. الحاجة الثانية مش نعملوها هو زيت الكزبرة. كيف نعمل نحن بناخذ الكزبرة ايوه ساعات بنستعمله بالأوراق بس وبالباقي بلوحوه بيتايش. قصدك الباقي يعني صراحة. نتخلص منه يعني؟ نحن منتخلص منه بس احنا ما نبغى نتخلص منه، نحوله إلى زيت. نحب نستعمل والكزبرة الكل يعني كل شيء فيها، كل شيء فيها يعني رجلين بنقصه هيك على سريع وبنحطه بخلاط مثل هذا. الرجلين قصدك اللي هو الساق؟ الساق الساق الرجلين هي. بنحطه شوية تبع الأوراق نتاع الكزبرة. حلو. بنحطوهم معه كله يعني تمام كله أي خلاط تقدر تستعملوه وبتحطوا زيت الزيتون قليلا من زيت الزيتون مش قليلا نحن بش نعملوا زيت كثيرا يعني كثيرا لازم نخرجوا زيت الزيتون مطعم بالكزبرة بالضبط كده نقول يعني حلو ونخلطه هيك بسرعة وأول حاجة الحاجة الوحيدة لازمنا نحطوا الزيت لهنا ونصفيه بالضبط يعني نجيب قماش أو شاش حتى إننا ناخد نشيل الزايد يعني وناخد الأصافي وناخده الأصافي بتاع الزيت بالضبط وبيقعد لونه أخضر أخضر كتير حلو أخضر جميل بالضبط يا سلام نكمله بالزيت شوية خلطة لولانية وخلطة تانية حلو وبيخرج زيت أخضر مثل طب نستخدمه يعني دريسنج على السلطات نستخدمه دريسنج نستخدمه على سلطات في اطباق الكلنا على اي شيء بتحبوه تقدر تحط الزيت هذا وبيعطي اللون بالطبق كثير حلو يا سلام يا سلام طيب ان شاء الله بس بعد هذه الوصفات اللذيذه الناس إيه؟ يرجعوا يحبوا الكزبره مره ثانيه وما يسووا هذه الفيديوهات ويسووا العكس يسووا فيديوهات انه كيف الكزبره اللذيذه نحن عندنا شيء اخضر بيخرج منه وبنصفيوه هيك وبنحطوه بالبراد بساعتين ولا ثلاثة ومن الاخر بيخرج الزيت من تحت طيب طيب هذه هي الطريقة لعمل زيت الكزبرة زيت الكزبرة كتير سهل حلو طيب شيف نبغى نرجع للطبق اللي بتسويه لأنه هو سلطة القرنبيط بزيت الكزبرة بالضبط السلطة القرنبيط بش نعملوها طحنا القرنبيط طحنا القرنبيط هنا وبندخله معاه شوية الكوكمبر شوية الخيار ندخله معاه ندخله معاه شوية الزيتون الله أنا أيوة بنكفي هذا إيش هذا طماطم مجففة هذا طماطم مجففة بالضبط ندخله معاه شوية طيب ونكمله مع عنا شوية الفول الأسود حلو البلاك بينز وعنا معاه شوية الرمان يا سلام يا سلام نكمله معها ونخلطه وبنحطه معه زيت زيت الكزبرة اللي عملناه أيوة سلام يا سلام شوية ملح والله سلطة تفتح النفس وصحية ورائحتها عبقة كده وجميلة بالكزبرة اللي بيحبش كثير الكزبرة يعني إذا يعمل به زيت ما يخرج ما تخرج الريحة كثير يعني بيعطي الطعمة بس الريح ما يش كثيرة يعني غير الريحة ما يعطيش ريحة الصابون كما يقولوا الناس طيب طيب يعني الآن عملت السلطة وكمان في انتظار تحضير البيستو اللي بالكزبرة أيوة. لكن برضو خلينا نروح على لبنان ونشوف تجربة مباشرة مع زميلتنا رينا دويهي والمعدلة الصعبة اللي بتواجه الكثير من الرجال والسيدات كيف يفرقوا بين الكزبرة والبقدونس يسعد صباحك يا رينا مرة أخرى وهذا هل أنت تعاني من هذه المشكلة لما تجي تختاري كزبرة وبقدونس ولا ما عندك مشكلة في هذا الموضوع صباح الخير ريم صباح الخير صباح الخير خليني أسألك بالأول إذا أنت بتميزي بالموضوع أي هي الكزبرة يا ريم أنا أعرف أميز صراحة في أشياء كده من بعيد صعب استني أيه. هذه كزبرة هذه كزبرة وهذاك بقدونس صح طيب الحقيقه يا ريم انه هو اثنيناتهم بقدونس ابدا هيدول اثنيناتهم بقدونس كده عملتي فيها ضرب هنا اي هذه كزبره مظبوط هاي كزبره ايوه صحيح وهيدا البقدونس وانا اصلا اختلط علي الموضوع مره بحادثه شخصيه يعني مره جيت وكان بدي اعمل صحن تبوله على السريع فكان في بالبراد عند امي
خرمت البندورة البصل وهيدا غسلت البقدونس على ما يبدو يعني كان على بالي علي انه هيدا بقدونس بس اكلت الطعم كان كتير غريب هلا لو كنت بعرف انه هيدا الموضوع بنحف هالقد كنت اكلتهم صراحة لاني بحطيت بدل البقدونس كزبرة بوقتها يعني موقف ظريف بس كيف صرتي بعد كده تفرقي بين الكزبرة والبقدونس لا بعدين صرت فرق من ثلاث عوامل اصلا صرت فرق اكثر وقتها انا صرت اطبخ اصلا طيب فيك تفرقي من الشكل فيك تفرقي من الـ من, الـ من الريحه وفيك تفرقي من النكهه طبعا مصبوط. بالشكل اوراق اول شيء البقدونس اخضر اكثر لون الاخضر تبعه فاقع اكثر بالوقت يلي الكزبره الاخضر تبعها شوي فاهي مقابل البقدونس اوراقها اكبر ويعني هون الاوراق تبع البقدونس كثير متجانسه وبتشبه بعض والعنصر الاقوى هو الرائحه مظبوط الكزبره عندها رائحه مميزه وقويه بالمقابل البقدونس يعني منعش وما عنده رائحه لافته وكمان في طعم في الورقه يعني رائحتها القويه تقترن بطعم حاد مظبوط. رائحه الكزبره قويه وطعمها حاد ايضا وهي تستخدم يعني بالمطابخ الاسيويه والمكسيكيه وايضا بالشرق الاوسطيه يعني هول العشبتين موجودين بالمطابخ بشكل عام ومستخدمين أساسين. جدا يعني انا كثير بحب كل شيء مقترن بكزبره وتوم كل ما بنكبر بنحب الحاجات يعني اذا تضاف على اي شيء رينا شكرا لك رينا وشكرا على هذا التوضيح شيف يعني عمره حصل لك موقف زي كذا انه تلخبطت وحطيت كزبره بدل البقدونس او العكس يعني الكزبره باين على نحن عندنا خبره از شيف اكيد ويعني النجم نفرق بسلتاي شنو البقدونس وشنو الكزبره اما فما حاجه اخرى لازم نقولها اللي هي الكورياندر هي الكزبره الناشفه بالضبط اللي تعطي ريحه ثانيه يعني مش نفس الريحه يعني اللي ما يعجبوش الكزبره النجم ياكل الكورياندر سيت بيعطي طعم كثير حلو بالطبخ بنخلطها برضه تستخدم في سبايس مع بالضبط طيب كده احنا خلصنا البيستو بس مكوناته كزبره افوكادو ولا ما في لا البيستو هو مثل البيستو بالضبط الحبق الطلياني اللي فيه جبنه البارميجانو ريجانو وفيه السنوبر من جوا اوكي زيت الزيتون يا سلام الثوم والكزبره الكزبره بدل الريحان بدل الحبق بدل الحبق وبتتحط على الفوكاشا او الخبز وكده تقدر تاخذ اي خبز اي خبز متقرمش يا سلام. بتحط عليه الكزبره البيستو الكزبره من فوق مثل هيك وتعمل مقبلات كتير حلوة وسهلة صراحة. صراحة شيء يفتح النفس كده خصوصا مع السوردو. شيف نبيل شكرا لوجودك معنا في هذه الصباح شكرا على هذه الأطباق الجميلة المصنوعة من الكزبرة. الله يخليك شكرا. طيب.